الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وبعد. أيها المستمع الكريم، وبعد أن وقفت بك على حقيقة العلمانية وأبرزت لك أسسها التي تقوم عليها، الآن يأتي دور الجواب عن سؤال هام طرحناه سلفا، ألا وهو: كيف نشأت العلمانية؟ وما هي الظروف المحيطة بنشأتها؟ وما هي الأسس، أو ما هي تلك الظروف التي أدت إلى وجودها في بيئة ثم انتقلت إلى عالمنا الإسلامي؟ إننا في هذه الوحدة ووفق هذا الدرس تحديدا نبرز لك هذا الجانب، وذلك في النقاط التالية. الدرس الثاني في عناصر عدة منها: أولا، نتكلم عن نشأة العلمانية وبيئتها التي نشأت فيها. ثانيا، نتناول أسباب ظهور العلمانية في المجتمع الغربي، ونبرز كيف كان لهذه الأسباب من صور ومظاهر. أما عن نشأة العلمانية وأسباب ظهورها، فقد نشأت العلمانية في أوروبا كما قلنا، ذلك أن الظروف التي تحيط بها كانت أدعى إلى نشأتها، حيث إنها كانت في أواخر القرن السابع عشر. ولعلك عزيزي المستمع، حينما تقف على نهايات القرن السابع عشر تنظر إلى ما سبقه من قرون، ألا وهي مرحلة ما يسمى بالاضطهاد الكنسي، التي استمرت قرون عديدة أدت إلى هذا الانفجار. فقامت دعوة على ألسنة المفكرين الذين ابتلوا بهذه الفكرة، فكرة العلمانية، واكتووا بنيرانها، فأرادوا أن يطبقوها فعليا في فرنسا، وذلك عقب الثورة الفرنسية في أول حكومة أقامها ثوار فرنسا، فنشأت العلمانية. ما هي الأسباب إذن؟ أسباب نشأتها؟ إن من أهم أسباب نشأة العلمانية في المجتمع الغربي الطغيان الكنسي كما قلنا. والطغيان الكنسي إنما هو مظهر من مظاهر طغيان رجال الدين الكنسي الذين سيطروا وهيمنوا على كل ربوع المجتمع الأوروبي، فكان لهذا الطغيان مظاهر عدة. من أهم هذه المظاهر أولا الطغيان الروحي. لعلكم تشاهدون أعزائي الطلاب، وتستمعون أعزائي المستمعين، وتنظرون في واقع الحياة في أوروبا، فترون الطغيان الروحي، أي إن أوروبا في صورتها العلمانية تتجه إلى الجانب الروحي على حساب الجانب العقلاني أو الجانب العلمي كما قلنا، أو الجانب الأخروي، فتهتم بالجانب الروحي، فكأنها حاصرت الدين في الروحانيات دون أن يكون للدين كيان في واقع الحياة. كذلك من أهم صور الطغيان الطغيان العقلي والفكري، ذلك أن رجال الدين الكنسي هيمنوا على مستقبلي العقل وعلى مستقبل الفكر في أوروبا، وجعلوا الكتاب المقدس بداية ونهاية لكل شيء. وما الكتاب المقدس إلا من أوضاعهم، وما مقررات الكتاب المقدس إلا من أفهامهم، فهم بذلك قد أوعزوا إلى المجتمع كي يؤمن بهذه الأفكار دون اعتراض أو تحليل، فكان الطغيان العقلي والفكري. كذلك من أهم مظاهر الطغيان الكنسي الطغيان المالي، ذلك أن رجال الدين الكنسي قد سيطروا على مقررات المال في ذلك الزمن، ومن هنا كان الأوروبي يعمل تحت اضطهاد مادي، إذ فرضت الكنيسة على المجتمع عشورا، وجعلت الأوقاف، وفرضوا عليهم الطغيان، حتى إن الرجل الذي كان يعمل ربما يعطي من أيام الأسبوع بعض أيام لما تقرره الكنيسة، فيدفع إلى رجال الكنيسة بعضا من أمواله الأسبوعية. هذا كان الاضطهاد، وهذه صور أيضا من أسباب أو من ظهور من صور الطغيان الكنسي. كذلك الطغيان السياسي، ذلك أن رجال الدين الكنسي كانوا يهيمنون على صناع السياسة وصناع القرار، حتى إن الحاكم الذي كان يتولى أمرا في بلدة ما أو في دولة ما، ما كان عليه إلا أن يعترف ويقر بما تمليه عليه عقليات رجال الكنيسة أولا. كذلك من أهم مظاهر الطغيان الكنسي
الطغيان العلمي، وذلك بما تقرره الكنيسة، فلا يمكن لفكرة أو لقضية أو لعلم ينشأ إلا ويعود إلى الكتاب المقدس، ويرفضون تماما كل ما تمليه عليهم عقليات المجتمع، ولا يمكن لأحد أن يفكر أو أن يبدع شيئا، وإنما عليه أن يعود فقط إلى رجال الكنيسة. ومن هنا ظهرت الكنيسة كصورة قوية أوعزت إلى المجتمع أن لا فعل ولا روحانيات إلا بما تقرره، ومن هنا قامت الثورة، فنشأت العلمانية في أوروبا، في فرنسا تحديدا، ثم انطلقت إلى ربوع أوروبا، وقامت بذلك الكنيسة لتكون سببا أساسيا جوهريا في نشأة العلمانية. فإذا كانت العلمانية قد نشأت بهذه الصورة، فما موقفها من الإسلام وما موقف الإسلام منها؟ ذلك ما تحمله الصفحات التالية.